بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. أنا الدكتور فارس ظاهر الذياب الفايز، أتقدم من مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بطلب التسامح والعفو إذا كان فسر خطابي خطأ ولم يكن إلا من باب النصيحة لمليك قلبه كبير ومتسامح. لم يكن في خطابي إساءة لا سمح الله، ولا تحريض، ولا قدر الله، بغض النظر عن ما فسر خطأ على مواقع التواصل الاجتماعي. وأؤكد أنني وأبنائي وإخواني أوفياء للنظام الهاشمي ولمليكنا المحبوب رعاه الله، وسدد على طريق الخير خطاه لبلادي المحبوبة. ابنكم المخلص والمحب أبدا، الأستاذ الدكتور فارس ظاهر الذياب الفايز.